أماني، أنت عارفة إن حبي ليكي في منتهى التفاني، وكمان عارفة إني مش طايق أختك تهاني، وفي النهاية ابقي سلميلي على أخوك هاني، ده برضو مهما كان في مقام نزار الأباني. الله الله يا أستاذ، الله الله يا أستاذ شاكر، ده إيه الحلاوة دي؟ ده إيه الكلام الجامد ده؟ ده ده لعلمك، ده ممكن يكتب لنا فيلم جامد. راجل شاعر أكيد بيكتب أفلام. أعرفك بقى، معانا الأستاذ فتلة منتج الفيلم، أكبر منتج في الشرق الأوحد، وهو أي نعم اسمه فتلة وهو غير فتلة، تحس إنه اتبارع حد، لكن هو منتج جامد يعني. اهلا بالاستاذ فتلة اللي هياكلنا الفته وهينتج الفيلم العظيم وهيبقى معانا كريم. شاعر برضه. بس والله حلوه يا دول، عايزين ننزلها في التتر. هو ايه اللي تنزلها في التتر؟ هو فرح يا عم، ما ناقص بقى تنزل تنقط فيها يا عم فتلة. فتلة يا فتلة يا فتلة، تشرب شيشه تفاح ولا شاي بفتلة؟ والله العيال بتحبني. المهم بقى، واضح يعني ان الاساتذه اللي مع حضرتك برضو منافسين ليك، وانا احب بجد الروح الرياضيه دي، واضح ان انتوا لابسين نفس النظارات يعني. يعني واضح ان انتوا بتتعاملوا مع دكتور واحد. ما هي دي ضريبه الشغل يا استاذ عادل، الكاتب نظره بيتنحل من كتر القرايه والكتابه. ويا رب نعجب يا استاذ، يا رب نعجب. ده الناس دلوقتي بقوا يعاملونا على اننا مقاولين ولا بنايين حاجه كده. تصور الممثل من دول دلوقتي يجي يقول لي شلي والنبي مشهد التليفون المحمول، قال ايه بيوجع لي ودني. ولا تلقى المنتج من دول يجي يقول لك لو في مطارده بعربيه شيلها لي. ليه؟ خلي المطارده، قال ايه بسكوتر. سكوتر ليه بس؟ عشان الميزانيه. حاجه تقرف يا استاذ. طب هيعمل ايه ده لو قلنا له ان احنا عايزين نشيل بعض المشاهد الغير مؤثره في سياق الدراما؟ تشيل مين؟ لا يا أستاذ، ما اسمح لكش، ما اسمح لكش. العمل الفني ده بمثابة ابن الصغنون، عايزني أضحي بابن الصغنون؟ لا يا أستاذ، أنت جيت في المكان الغلط. أنا لا يمكن أضحي بابن الصغنون أبدا. ثم إن هناك لو كان في جملة مش مؤثرة أنا هتعب نفسي واكتبها ليه؟ ما اسمح لكش. اسمح لي، أنا لا يمكن أبيع ابن الصغنون أبدا. سلام عليكم. إيه ابن الصغنون؟ ابن الصغنون هو مش الراجل ده لسه متجوز؟ عجيب قوي. طب وبالنسبه لك يا استاذ كلاسيك ايه بقى حضرتك؟ ايه؟ عبجني تجدني، انا بيع ابويا، بس المهم بفلوس تستاهل. مش في الاخر الاقي مفيش ولا شلن وكمان سمعتي تبقى في الطين؟ طب وحضرتك يعني ناوي تبيع بكام؟ شوف يا استاذ عادل، البضاعه قدامك، قلب فيها وعاين زي ما انت عايز. فيلم رومانسي من هنا لحد المطار. لا تقول لي عمر وسلمى ولا الجزء الثاني ولا الجزء الاول، هننزل في الفالنتاين دي نكسر الدنيا. وكل ده بكام؟ بكام يا جماعة؟ كل ده بكام؟ بكام؟ بخمسين بس. خمسين؟ والله رخيص. فيلم زي ده بخمسين جنيه؟ يا سلام، ده انت لو جايب يا باش مهندس، يا باش مهندس، خمسين جنيه؟ ده انا مهند ابني مصروفه خمسين جنيه، انا عايز خمسين الف جنيه. خمسين الف جنيه؟ وانت عندك ابنك اسمه مهند؟ ونور جايه في السكه. مهند ونور. ربنا يكرمك يا سيدي، وتجيب اتنين تانيين زيهم اسمهم ايه؟ مرنا وخليل. وتجيب مرنا وخليل. يلا اتكل على الله، مش عايزين 50,000. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. ال 50,000 اهل. هاي شكلها رسيت عليك انت يا معلم. فتله يا فتله يا فتلوله، اوعى الفوطه دي مجنونه.